عاصم، مهجرة من ريف حماة بلدة موري. بعد فترة هالنزوح جيت لهوني على الريف الشمالي على بلدة سرمدة. طبعا أنا انقطعت فترة عن الدراسة وبابا متوفى، جينا أنا وماما لعند بيت جدة، وهلأ أنا ساكنة عند بيت جدة. بعد ما استقلينا هون بالريف الشمالي جيت على مدرسة المحبة، والحمد لله توفقت بالكادر التعليمي وتوفقت برفقات كتير منيحين، وهلق أنا من المتفوقات الحمد لله. ويعني نحن هلق مثل ما كنتم شايفين بحفل تكريمي.